احنا اليوم طالما عم نطلع مخلفات من هذه الأقمشة ضمن الصناعة النسيجية وقد بيوصل الخيط كامل للصناعات النسيجية، احنا فينا نستعين أيضا اليوم بوحدات إنتاجية صغيرة اللي هي معامل الخياطة الصغيرة اللي موجودة، ممكن يكون كمان مخلفاتها تعود بالنفع لإلكم؟ اكيد اكيد، لان احنا عمليه اعاده تدوير العوادم واعاده تدوير بكل دول العالم انه هو موضوع مهم جدا. صحيح. يعني ما حدا بيهمل شيء، الموضوع اقتصادي غير انه هي تدوير عجله الانتاج، انه هو الموضوع اقتصادي. يعني انا مثلا العوادم انه هي نحن العوادم مشان ما ناخذ عنها فكره انه هي شيء بالي عديمه النفع، العوادم هي إعادة الاستفادة منها هي اللي بتعطي ريعية اقتصادية عالية بأكبر قدر ممكن. طبعا بأكبر قدر ممكن. يعني نحن هلا مثلا موجود معنا هون عينات، نشوف لو احنا بإمكاننا انه هي نحن نشوف انه هو أبسط الأمور، نحن ممكن نشوف من هيدا، هذا عبارة عن مخلفات قطن، أتربة قطن. يعني نحن ما ممكن نتخيل انه نحن هيدي أتربة القطن، ممكن يطلع منا قطن طبي. يعني تخيلي انه هي نحن الألياف اللي موجودة عنا هون، نحن بنستخلص منا الألياف تماما وبنرجع بمعالجات تانية، نحن بنوصل لمرحلة القطن الطبي. حتى نحن هيدي العمليات نحن بشركة بمعمل الخيوط القطنية حاليا عم نقوم فيها. طبعا نحن هيدي قيمة مضافة، هيدي الأسعار اللي لها ولش، يعني هيدي ما بتجاوز سعر الكيلو منا 500 إلى 1000، ما بينما هيدي بتوصل عندها لحدود 70,000. نعم. ولاحظي انه هي خلال مراحل بسيطة، يعني ما أنا هي. بس هون وين في عندي ريعية اقتصادية. صحيح. يعني أنا هيدي الرأي أنا ممكن استفيد منه بتطوير المعمل. يعني نحن مثلا خط الإنتاج اللي شفناه نحن هذا، نعم، نحن خلال شهرين نحن طالعنا حقه بالمعمل. حلو. يعني نحن بعد تركيبه خلال الشهر الأول تركب عنا، نحن خلال الشهر الثالث نحن إنتاجه كنا نطلعين قيمة الخط بالكامل، وما تبقى أنه هو كل ربع. رأي اقتصادي مرعب للشركة. حتى الخط نحن هو نفسه، نحن خلال نهاية العام الماضي كنا مشتغلين بعمليات إعادة تدوير عوادم. يعني نحن عمليات إعادة تدوير عوادم بقايا خيوط، هي بقايا خيوط، يعني انه الواحد لما بيشوفها انه بيتوقع انه هي ولا شيء. هي ولا شيء، وهي قصاصات. يعني هي اليوم ما أنا خيط كامل، هي عبارة عن قصاصات. ما أنا خيط، هيدي القصاصات هاي نحن تعملوا لها إعادة تدوير. عملنا لها إعادة تدوير، استخلصنا الألياف منها ورجعنا صنعنا قطن كامل من هيدي القصاصات، قصاصات الخيط. ورجعنا نحن استخدمناه وصنعنا خيط بمواصفات ممتازة. طبعا هي كلها اللي بيساعدها الموضوع هذا هو موضوع المخابر، توفر المخابر الصحيحة والممتازة والخبرات، خبرات العمال الموجودين والفنيين والمهندسين الموجودين بالشركات. طبعا نحن انه هو كيف ممكن يصير انه هو قطن طبي؟ هذا الموضوع بيصير عندنا قطن طبي، يعني مثلا من هذا انه هو بيطلع عندنا قطن طبي؟ لا طبعا بيصير، شيء صعب. بس نحن لما بنبتدي فيه، يعني نحن لما ابتدينا بالافكار هيك انه نحن كان في معارضه انه هو للموضوع، بس المعارضه ليش؟ احيانا عدم المعرفه انه هي بامكانيه هالموضوع انه هي بتعمل معارضه. تأثر عنه. مثل ما عم نحكي هلا مثلا نحن عن الشركه النسيجيه الجديده، طبعا شيء طبيعي انه هي ببدايه العمل انه هو في شيء صعب، في شيء غير منظم. صحيح. نحن في واجبنا مجهول، بس في شيء مجهول يوضع على امام الطاوله اكيد كل شيء بيكون واضح. نحن واجبنا انه هي ننظم هذا المجهول، بس نحن هون حسب مهارتنا حسب شغلنا انه هو بيتحقق النجاح. صحيح. فهذا موضوع مهم. القصاصات اللي حكينا عنها انه هي بقايا مخلفات المعامل، يعني نحن هيدي عباره عن مخلفات، هيدي قطعه قماش. اعاده تدويرها كمان مثل ما حكينا عن الخيوط، اعاده تدويرها على نفس خطوط الانتاج، بس طبعا بمعايرات ثانيه وبطريقه ثانيه، انه هي نحن مباشره بنرجع مره ثانيه من دوره وبنطالع منها القطن مره ثانيه. فهيدي قيمه قليله، يعني ما رخيصه كثير، بس انا القطن هي من مين ممكن انتم تصدروا؟ هيدي عباره عن مخلفات، هيدي اغلى في لبالات القطن، اغلى في لبالات القطن. بس هيدي اغلى في بالي، يعني ولكن يجب ان تكون قطن 100%، صح؟ لا، هلا نحن ننتبه على موضوع. لما بدنا قطن 100% لازم تكون المادة الأولية العوادم قطن 100%. بس نحن مثلا ممكن نجي نعمل عملية تدوير لبوليستر، إذا كانت أنا القصاصات القماشية هي بوليستر، أنا بطلع عندي ألياف بوليستر. يعني هلا نحن إذا جاكيت نحن بنعمل له عملية تدوير، شو هي المادة المؤلفة منها؟ هي عبارة عن صوف أو جوت. نرجع للمادة الأولية وبنرجع نحن بنستخدمها انه هو بشكل طبيعي، وبيرجع يعني حتى المواد اللي بتنتج منها انه هي خيط بمواصفات ممتازه على استندارات.
يعني احنا ما بنشتغل انه هو يعني حتى المخابر اليوم ليس فقط للخيط القطني، هي ننوه عليها كمان كثير مهمه، ليس أكيد. فقط للخيط القطني وانما لكل انواع الخيوط، كله بنرجع نحن للمنشا الاساسي للخيط الذي نشا منه اي قماش معين او اي ماده، ومنعيد تدويره بطريقه معينه وضمن جوده معينه وضمن مخابر وتفاصيل لحتى نوصل نحن للماده الخام لإله بيكون إنتاجه جيد جدا. طبعا طبعا، يعني هلا مثلا نحن حتى بموضوع القطن الطبي، نحن موضوع القطن الطبي في عنا غير موضوع البياض اللي له، في عنا الامتصاص، في عنا المواصفات، في عنا ستاندرد السوري، يعني نحن هيئة المواصفات والمقاييس السورية في ستاندرات، نحن ننتج حسب هيدي المواصفات.